نكمل مع نفس الكيس اللي بتاع البريد اوسوفيجس. The patient returns to you alarmed by his new diagnosis of بريد اوسوفيجس. هو أقلع عن التدخين وبيحاول ينزل وزنه. بياخد 1 glass of wine nightly with dinner. السيمتوم بتاعته اتحسنت مع البي بي اي، وبيعمل فولو اب سيرفلانس اندوسكوبي. السؤال بقى هنا السادس والاخير يعني على الكيس دي، المانجمنت بتاع البريت اسوفيجاس بيزود البي بي اي مرتين في اليوم، بياخد اسبرين او نونستيرويدال عشان يمنع البروجريشن تو كانسر. صوت واضح ولا بيقطع؟ واضح يا دكتور. تمام. المفروض البيشنت يعمل انتريفلوكس سيرجري ولا يتوقف عن الدرينكينج الكحول لان هي بتسرع البروجريشن للمالينانسي، ولا كل ما سبق غلط؟ لو لسه في حد ما جاوبش يا ريت. تمام، لو في تعليق من الدكتور على السؤال ده اتفضل بيه. وانا ما عنديش تعليق يا دكتور محمد، انا كنت مستنيه تعليق حضرتك لان انا ما كنتش فاهمه الاجابه ليه الصراحه، انا متلخبطه فيها. يعني هو ماشي هو التانية عشان والتالتة البريد اكيد كلهم غلط، يعني بي و سي غلط اكيد خالص. يعني واضحة ان هي مش اكيد ان سيدز مش هتقلل البروجريشن، لا بالظبط، حتى باعتبار البيبتيك ألسر يعني، مع تمام. ان هي المفروض سيبرت انتيتيز، بس انا ممكن افترض كده يعني. طب الانتري فلكس سيرجري مش ممكن تقلل الدمج؟ بس هو خلاص حصل يعني زي ديسبليزيا، فانا ما مش لو عملت بايدو سيرجري مش ه يعني انا مش هشيل الجزء اللي فيه ديسبليزيا. هو البارتس ميتابليزيا ولا ديسبليزيا؟ ميتابليزيا بالظبط، هي ميتابليزيا يعني تغير في شكل الخلايا بس ما اتحولتش لديسبلاستيك، لان احنا قلنا ان الديسبليزيا اصلا هي البريكانسرس، يعني هي دي اللي انا بعمل سكريننج عشان القطها بدري. بالظبط. السؤال بقى اللي هيترتب على كده، هل البارتس ريجريسيف يعني ممكن يرجع نورمال تيشو تاني؟ ما عنديش معلومة للأسف، بس ما أعتقدش. هو قليل بس وارد يعني، possible يعني زي ما بيقول ان هو ممكن يرجع normal tissue تاني مع long standing يعني ده طبعا لو recommendations. ما فيش انسبكتورز. بالظبط زي ما هو البيشنت هو هنا، عشان كده اشار في رأس السؤال انه حاول يقلل كل الريسك فاكتور بما فيها السموكينج والويت كنترول. بياخد بي بي اي يعني هو الجزء اللي عامل ايروجن ده انا او اللي عامل الريتيشن انا بحاول اقلله، فهو هنا بيقول لي في السؤال طب انا ممكن ازود البي بي اي، اخلي البي بي اي ده مرتين في اليوم فاقلل يعني الاسبرين اوصل فلكس خالص. للماكسيمم دوز، يعني ايه سامعها بقى اوصل للماكسيمم دوز. مثلا؟ هو ده السؤال، احنا بنفكر عشان المعلومه تثبت يعني، انا بنألف في المعلومة عشان الجديد يثبت بس في دماغنا، ده المقصود أصلا من الأسئلة. هو هنا بيقول معلش يا دكتور، هو انا ممكن اقول ان مثلا انا اصلا انا لو زودت البي بي اي انا كده يعني انا مش بعمل حاجه في البروجريشن، انا بس جاست ان انا ممكن بقلل السيمتوم
لكن ما بعملش حاجة في البروجريشن. هو اصلا البرد ده بيعتمد على ايه يعني؟ البيشنت ده بقى عنده برد بسبب كرونيك اريتيشن، هو سبب كرونيك اريتيشن، او يعني كان حصل له جرد بقاله فترة كبيرة وما اتعالجش، او بالظبط. ممكن كان بياخد بي بي اي وخلاص ما بقاش يعني بيجيله بيديله نتيجة. الكنترول بتاع الاريتيشن بور مش كويس، دايما في كونتينوس اريتيشن. فانا نظريا كده لو انا قفلت الاريتيشن ده خالص، المفروض البرس ده يتحسن يعني، او الميتابليزيا دي ترجع زي ما كانت. بس هو هنا في الاجابه يعني، ده مش معلومه من عندي يعني، ان انا بعتمد في البي بي اي على السيمتوم زي ما حضرتك قلت كده. لو انا في جود سيمتوم كنترول، ما عادش في هارت بيرن، انا مش هاخد بنفيت زياده لما ازود البي بي اي، بل بالعكس. السؤال برضه هنا عشان اعرف يعني، هل البي بي اي سيف دراج يعني، ملوش كونترا انديكيشن، ملوش سايد افكت؟ لا هو بيحصل منه سايد افكت مع اللونج تيرم، زي ايه مثلا؟ زي بيحصل اوستيوبوروزس، بالظبط. بيحصل مش فاكرة كان في انفكشن تقريبا او بكتيريال اوفر جروس حاجة كده. بالظبط، لان انا بقلل ال HCL فقط، فيبقى انا هاخد الضرر ده بدون فايده زياده، خصوصا ان ده بيشنت انا همشيه على لونج تيرم بي اي، يعني ده عرضه اكتر من غيره ان هو يجي لي الكومبليكيشن بتاع بي اي. فعشان كده مش بزود الدوز طالما هو في جود كنترول. فهي دي ده النقطه اللي ممكن تلخبط الواحد في الاول، انه ممكن يزود البي بي اي مثلا. السيرجري بقى كنا بنسأل، هل هي هتحسن الموضوع ده؟ برضو لا، لو الميديكال ثيرابي اوبتمايزد مفيش رول للسيرجري هنا. هي مش هتضر لو عملها، بس مش هتفيده يعني. هو الفكرة في هنا، انا مش هدخله في سيرجري هو مش هيستفيد منها، عشان المشكلة اللي عنده دي تحديدا وهي البرد. وصوفي جاس طالما السيمتوم كنترول كويس، امتى هعملها لو انا مش قادر اتحكم فيها بالبي بي اي مثلا؟ خد الفول دوز ولسه الاريتيشن موجود، ممكن ابدا الجا للسيرجري. الحته بس المفاجاه بقى في السؤال يعني، انا دي ما كنتش اعرفها، ان الالكحول بيقلل الريسك من المشكله دي، مش بيزودها. واضح السؤال ده؟ مش سامع صوت بعيد. نكمل. طيب ندخل الكيس الثاني. متابعين يا جماعة ولا الصوت قطع ولا ايه؟ المتابع يقول عشان نكمل. تمام. طيب نكمل الكيس الثانية. في ميل بيشنت برضه 53 سنة، الكومبلين بتاعتها شيستوبين وبروبلم السوالوينج. بروبلم دي مش واضح بقى يعني، هل هو دين ولا صعوبة دسفالية مثلا، مش عارف. She says food seems to hang up in her retrosternal area. لا يبقى كده بدأ ان ندوق دي ديسفيجيا. This started several years ago and has gradually worsened. ودلوقتي مرتين في الاسبوع. السوليدز هي المشكلة الاكبر في اثناء البلع.
يعني اكتر من الفلويدز يعني، بدأت تقلل الميل بتاعتها، بقت سمول بايتس، بتحاول تمضغها كويس قبل البلع عشان ما تحصلش الاستيكينج يعني. لما بتشرب سوائل اكتر السيمتومز بتقل في خلال دقايق، الفود ما بيحصلوش ريجرجيتيشن، وما بتفقدش الوزن. هو الحتة دي مهمة يعني عشان نبقى عارفين التايب اوف كومبلين اللي عندها. اول سؤال بقى، هي البيشن دي بتشتكي من ايه؟ ديسفيجيا، جلوبال سنسيشن، او داينوفيجيا، ايروفيجيا، ولا فاجوفيجيا؟ لو لسه حد ما حلوش اتفضلي حلو. أنا مستني الحل. هو المفروض ده سؤال سهل يعني. دي زي ما قلنا في السيمتوم في الأول، دي ديسفيجيا. الديسفيجيا تعريفها إيه؟ هو إحساس إن الفود بيقف أثناء عملية البلع من الماوس للاستومك. يا ريت الدكتورة تدينا تعليق على الموضوع ده، لأنه كان من ضمن المواضيع بتاعتها. طب الصوت مسموع دلوقتي؟ تمام. عارف الدكتورة قلق معانا ولا مشيت معانا؟ لو عند حضرتك أي تعليق ويردنا على السؤال ده بخصوص تعريف الديسفيجيا والباقيين يعني. أو لو أي حد عنده تعليق عشان بس نعرف إيه الباقيين دول يعني. طيب هقولهم انا بقى لحد ما الدكتوره تيجي. الديسفيجيا قلنا هي الاحساس بان الاكل بيقف او اي حاجه بتتبلع بتقف في الباسج من الماوس للاستومك، ده برود تيرم كده. الاودينوفيجيا هو بين ابون سوالومينج طبعا زي ما احنا عارفين، الايروفيجيا سوالومينج اوف اير، الحاجه اللي ممكن تلخبط بس اللي هي الجلوبال سنسيشن. لو حد عارفها يقول ايه هي دي. هو الجلوبال سنسيشن ده اللي هو احساس ان في حاجه ستيكنج على طول في الاسوفجس، ودي غالبا بتبقى حاجه زي سايكولوجيكال كده، ما بتبقاش لها علاقه بالاكل يعني، بتبقى موجوده على طول. بس هي بالظبط الفكره ان زي التشخيص اصلا لازم يبقى يعني بالاكسكلوجن بقى لكل الحاجات التانية، وان هي تفضل مع العيان تقريبا اكتر من سنه او حاجه عشان اقول ان دي جلوبال سنسيشن. بالظبط. وهي بالعكس بقى هي بتتحسن بالسوالوينج طبعا بشكل موقف يعني. البيشنت بيتهيأ له ان السوالوينج بيحلل احساس الجلوبال سنسيشن، هو فعلا كأن في لمب او فولنس في الثروت، وما بيعمل حركة السوالوينج دي بتقلل عنده الاحساس. بقى مظبوط أكتر كده في الفيميل زمان. تمام. طبعا فيجوفوبيا دي واضحة انها بعيدة عن الموضوع. فير اوف سوالوينج. السؤال الثاني، given the above patient description of symptoms and the location of her discomfort اللي هو food sticking in the retrosternal esophagus, what type of dysphagia is most likely to suffer from؟ ايه نوع الدysphagia اللي عندها؟ oropharyngeal ولا esophageal ولا functional ولا aberrant؟ ده لسه ما حدش جاوب، يتفضل يجاوب.
تمام، لو في تعليق انا حضرتك يا دكتور ولا منك. هو بس انا هتكلم على الاوروفارينجيال ديسفيجيا. هي الاوروفارينجيال دي بتبقى العيان عنده حاجه يعني مش قادر اصلا يبتدي ان هو يعمل سوالون. دي بتبقى غالبا لها حاجه علاقه حاجه بالنيورولوجيكال، يعني بتحصل اكتر مع حالات مثلا الاستروك. بعد الاستروك الناس اللي بقى عندهم بلبر سيمتومز، عيان الباركنسون برضو بيبقى عندهم الاوروفارينجيال ديسفيجيا دي، وبتبقى اكتر ان العيان بيحصل له زي شرقه دايما مع الاكل، يعني بيكح وبيشرق دايما مع البلع. دي اللي هي الاوروفارينجي. انما الاسوفجيال ديسفيجيا ديت بتبقى المشكله في الاسوفجس نفسه، الاكل بيقف في الاسوفجس مش قادر يبلع. بقيه الحاجات دي اللي هي الفانكشنال اعتقد بيبقى ما فيش سبب واضح بقى في الاسوفجس، يعني ما فيش باثولوجي قدامي اقدر اقول ان في مشكله في الاسوفجس دي السبب هي اللي عملت الديسفيجيا. الابيرنت دي انا مش عارفه هي ايه، لو حضرتك تقولها لنا يا دكتور محمد. هو هنا في الإجابة، بس الكتاب ده يعني بيحب يعمل جوكينج دايما، هو أصلا بيقول مفيش حاجة اسمها كده، هو بيحط اسمه خلاص. بس هو فعلا زي ما حضرتك قلت هنا، الأوروفارينجيال دي بتبقى حاجة غالبا نيورولوجيكال وبتحصل في بداية السوالوينج على طول. الأسوفجيال بتاخد شوية ثواني يعني، وهي اللوكيشن بتاعها زي ما البيشنت كده وصفتها، إن هي بتبقى سوبرا ستيرنال أو ريترو ستيرنال، يعني دي جراف كده من السيمتوم يعني، وزي بقى الباقي ما حضرتك قلت يعني، حتى الفانكشنال. وهيجي عليه سؤال كمان شوية. تمام، متشكرين. نكمل السؤال اللي بعده. عايزين الناس تتابع يا جماعة. أيوة كده تمام. عملنا complete review of systems of physical examination، ما طلعش معانا حاجة. ما بتاخدش bills that cause erosive esophagitis such as doxycycline أو bisphosphonate، not HIV positive، فبتستبعد الكانديدا وال HSV اللي هو الهربس esophagitis. لاحظت ان الديسفيجيا دي بقت progressive، كانت في البداية سوليد زي ما احنا قلنا، وبعدين الوقت بقت ليكويدز. السؤال بقى هنا، السؤال التالت، ايه هو افضل تيست تعمله عشان توصل للدايجنوزس بتاع الحالة بقى في الوضع الجديد ده؟ باريا مسولو، سوفجيال مانومتري، اندوسكوب، بي اتش ستادي، ولا عمل ترايل لهاي دوز بي بي اي؟ او لسه ما حدش اختار، يا ريت يتفضل. لو في عند حضرتك تعليق على الدايجنوزيس بتاع الاسوفجيال ديسفيجيا هو بس موضوع البروجريسيف ديسفيجيا، ان العينه كانت الاول الديسفيجيا للسوليدز بس دلوقتي للسوليدز والليكويدز، فده يعتبر من الريد فليكس اللي انا احتاج ساعتها اعمل ابر جي او. بالظبط، يعني بمنتهى البساطه كده، ان انا بدا يظهر عندي ريسك فاكتور، فانا شخصتها كمان انها او سجست يعني انها اسوفجيال ديسفيجيا، فانا في الحاله دي لازم اشوف يعني الدنيا فيها ايه. وصلنا بقت بروجريسيف زي الدكتور ما بتقول كده. طيب عشان في ناس اختارت حاجات تانية اللي نناقشها، يعني الباريوم سوالو لو انا عملته في الحاله دي ممكن يفيدني ولا لا؟ هو بس فكرة الباريوم سوالو ان هو يعني لو كان صار مثلا في الاسوفيجس هيبان ليت قوي في اللي هو البيرد بيك ده لما يحصل بقى obstruction خالص، فممكن في الايرلي ستيج اعتقد ان هو مش هيبان قوي. بالظبط. لا وكمان الباريوم بيبقى افضل في ايه يعني، هو قبل الاندوسكوب طبعا كان هو الفيرست لاين عشان non invasive
اه بالظبط كده، وكان اسهل وارخص. بس هو حاليا لازال بيستخدم الحاجه القويه فيه، اما فعلا في أكاليسيا. اي حاجه في لها علاقه بالموتيليتي، هو افضل من غيره في الحته دي. ان لو في حاجه في الموتيليتي بتاع الاسوفيجاس بتبان اكتر بكتير من غيره. يعني لو في حاجه بقى استراكشرال زي ايروجنز طبعا عمرها ما هتبان، فالاندوسكوب في الحاله دي افضل. فده الاستخدامات اللي فاضله للباريوم سولو. يعني بتكلم صح انا كده يا دكتوره ولا ايه؟ أكيد يا دكتور عمر، حضرتك طيب، في ممكن في ناس برضو اختارت مانومتر، يعني فكروا في حته في ايه مثلا زي ما حضرتك سائل. هو بس المانومتر، يعني انا ما شفتوش بيتعمل خالص غير مثلا بري اوبراتيف اسيسمنت، ان انا بشوف بقى ده جيرد فعلا ولا لا، بقيس بيه بقى البي اتش بتاع الاسفجس في عيانين، اللي هو لو برضه شفته في عيان واحد كان هيتس هيرنيا وبري اوبراتيف، قالوا له يعمل الاسفجيه المانومتر ده. ثانية واحدة عشان نوضح، المانومتري حاجة تانية غير البي اتش ستادي. المانومتري بيقيس المانومتر الضغط. ده بيقيس الموتيليتي. ايوه بالظبط، بيقيس فرق الضغط ايوه انا في اماكن. البي لا اتش اختلط عليا ستادي الامر. حاجة، وهو هنا موجود، يعني هو هنا في امبيولاتري بي اتش ستادي ممكن دي في الجيرد. انما المانومتري ممكن اللي فكر فيها برضه فكر في موتيليتي ديس اوردر، ممكن استخدمه زي ما حضرتك قلت كده لو انا بري اوبراتيف فعلا في بيشنت خلاص انا بدات اعمل ديسيجن ان انا هدخله بالراحه، لما مش هو اول حاجه هبدا بيها، لان هو بيسال سنجل بيست تيست تو اريف دايجنوزس. تمام. تمام، فاكرين نخش على السؤال اللي بعده. بيقول ان البيشنت دي رجعت بنتيجه الاندوسكوبي عندها سيفير اسوفوجايتس وذ كونفلونت ايروجنز في الديستال اسوفيجاس. During your physical examination you find skin changes، اللي هي في الصورة دي، أكبرها ولا أقطعها؟ أكبرها. موجودة يعني ال changes دي عند ال fingertips دي، إيه لو حد شايفها كويس؟ هي زي بابيول او ريد بابيول كده، او زي البربرة بالظبط. مثلا. قربنا من احتباء ايه بقى؟ هو يعني انا بصراحة ما عرفتهاش لما شفت الصورة يعني، بس لما رجعت وقرأت بعد ما شفت السؤال اللي هي الترانجكتيزيا، اللي هو دايليتد كابيلاري ومتفرقع. بالظبط هي دي تلانجكتزي. بس هي فعلا زي ما الدكتوره وصفتها، يعني قلت الاسم وهي قالت الوصف. تمام، نكمل بقى. When you ask about this the patient reports history of bluish fingertip discoloration and the cold temperature. دي كده تسجست الجملة دي. رينولدز يعني وكاتبين رينولدز بالظبط كده. She also complains that her fingers feel tight at times. هي غالبا رينولدز ممكن تكون يعني severe stage كمان، بس ده بالهيستوري يعني مش دلوقتي. طيب السؤال ده الرابع. With this new information which of the following diagnoses are you considering؟ كريست سندروم ولا اسوفجيال ادينوكارسينوما ولا ميتاستاتيك كولونيك ادينوكارسينوما ولا سكة سندروم ولا بيبتيك ألسر؟ لو لسه ما حدش جاوب يتفضل.
تمام، لو عند حضرتك تعليق على ده اتفضل يا دكتور. هو بس انا يعني الكريست سندروم ده انا كنت يعني اول مره اعرفها الصراحه، فرجعت قريتها. بتبقى عباره عن يعني باختصار الاسم، يعني كل حرف بيبقى حاجه من السيمتومز. فالسي اللي هو الكالسينوزس، يبقى فيه كالسيوم ديبوزيتس في السكن. والار اللي هي رينوتس فينومينا، اللي هو كان وصفها ان هما بيحصل له ان هو لما يبقى فيه ساعة او حاجه بيحصل تغيرات في لون الجلد في الاطراف يعني. والاي بيبقى فيه اسوفجيال ديسفانكشن نتيجه الاسيد ريفلوكس، اللي هو بيحصل اسوفجايتس بقى وموتيليتي ديس اوردرز في الاسوفاجس. والاس اللي هي السكليرودكتلي، ده اللي هو بيحصل سيكننج وتايتنس في السكين بتاعت الفينجر والهاند. وفي اللي هو التلانجكتيزيا اللي احنا لسه شايفينها في الصورة، نتيجة دايلاتيشن للكابيلاريز اللي بتيجي على السيرفس بتاعة السكين. ودي بتبقى سيمبتومز من اللي هو السكليروديرما، مرض اللي هو الروماتولوجيك بس. فهو ده اللي انا رجعت قريتها الصراحة، كانت معلومة جديدة بالنسبة لي يعني. جميل جدا. هو هنا في البيشنت دي كم واحدة من الكريست لقيناها فيها؟ هنا اللي هو الرينودز فينومينا والأسوفاجيال. والتلانجكتيزي. التلانجكتيزي صح. كويس. طب والفينجر ايه في التايب دي برضو معناها سكليروديرما، مش سكليروديرما اللي هي تقريبا يعني معناها بالعربي كده ان جلدها بيضيق عليها، يعني الجلد بيبقى ضيق على الجسم نفسه. ده كان بالظبط كلمة قالها دكتور. بيحصل فيه هاردنينج فعلا، لوست الاستيستي بتاع السكين. دي كانت اخر كلمة اتقالت في الكيز، اللي هو تايت فينجر فيل تايت ات تايمز. جميل. هي طبعا هو هنا بيقول سكليرودكتري، يعني ده جزء من السكليرودرما، فانما الفيل تايت دي يعني تشخيص الاسكليرودرما عموما يعني، بس الكريست تحديدا لازم يكون في سكليرودكتلي اذا كنت هضيفها للتشخيص يعني. طيب ايه هي السكة سندروم؟ اللي هي كانت هي نفسها اللي هي الجوجران سندروم، بس انا افتكره عنها يعني ان هي كانت مشكلتها بتبقى دراي في الاي، وبيحصل دراينس كده في الخلايا الدمعيه واللعابيه، و بعض الاجسام برضو حاجه اوتو اميون يعني. بس اعرف ده يعني ما يميزها، يعني ملهاش علاقه بالسوريوس. بالظبط، بعيد خالص عن المشكلة اللي عندنا. تمام، ناخد آخر سؤال. Given her clinical and endoscopic findings, what treatments do you suggest? DH2 blocker ولا BBI ولا high dose corticosteroid ولا H pylori eradication ولا السيرجري بقى laparoscopic fundoplication؟ لو لسه ما حدش جاوب يتفضل. لا انا كنت سايب اللي عايز يحل، لو في تعليق من الدكتور او اي حد يتفضل. دكتور هلا معنا؟ مع حضرتك يا دكتور. بس هو انا يعني انا حليتها بي بي اي، عشان هو ده يعتبر اسوفاجايتس، فانا هبتدي بترايل كده بي بي اي واشوف الدنيا افكارها ايه معايا، تحسن ولا ما تحسنش. مش هبتدي يعني مش هبتدي في مثلا ناس فكرت في بلابروسكوبك الستيرويد. فندق عشان ايه يعني؟ هو دلوقتي عنده يعني الاسترويد ممكن تزود اصلا جاسترايتس او اسوفاجايتس. الله ينور، بالظبط كده. هو ممكن اللي فكر فيها عشان ده اوتو اميون ديزيز فقال لك ادي ستيرويد، بس هو فعلا البيشنت دي وبالذات كمان هاي دوز كورتيكو ستيرويد هتزود المشكله اللي هي جايه لي بيها.
تمام. طب والفندب لايكيشن؟ ما الفندب لايكيشن مش اول تريتمنت الصراحه، هيبتدي بيبقى سيرجيكال يعني. ده مش بس كده، ده كونترا انديكيتد ريلاتيف طبعا، بس هي كونترا انديكيتد. ليه بقى؟ لان الاسوفيجاس بتاع البيشنت دي زي ما كانت الدكتوره بتقول من شويه، ان الجلد زي ما حصل فيه هاردنينج كده وبصوا في الاستيستي، الاسوفيجاس كمان بيفقد الموتيليتي بتاعته، كونتراكتايل فانكشن. تمام. فلو انا عملت فانتوب لايكيشن انا هعمل يعني ديسفيجيا محترمه، لان انا هقفل السفنكتر اللي هو اصلا ما فيش قوه تعدي الفود منه، فهيبقى البيشنت ده هيخش في كومبليكيشن. تمام. الدكتورة هي حسناء دكتورة كانت حسنا. بتقول بتقول على التريتمنت، حضرتك قولي لها بقى لو هي ما كانش واضح يعني احنا بالنسبة لها. اخترنا الدي بي اي لان احنا يعني دي اوسوفجايتس، انفلاميشن في الاوسوفجس، فاحنا بنبتدي الدي بي اي الاول نشوف هيستجيب عليها ولا لا. الستيرويدز لوحدها ممكن تزود الاوسوفجايتس، وخصوصا زي ما دكتور محمد كان بيقول ان دي هاي دوز ستيرويدز. واللاباروسكوبيك فاندوبلايكيشن اللي هو السيرجيكال تريتمنت، دكتور محمد برضو قال ان هو يعتبر ريلاتيف كونتر انديكيشن عشان دي عينة السكليروديرما بتبقى الدنيا ضيقة، فانا هزود الضيق بتاعها بالفاندوبلايكيشن ده. الاتش بايلوري ايرديكيشن برضو دكتور محمد اعتقد ان هي مش من ضمن الاسباب اللي تعمل ديسفيجيا لوحدها. اما كنا بنشرح حتى ساعتها قلنا الاتش بايلوري بتعمل ديسبيبسي، ما تعملش اسوفجيال سيمتومز او جيرد كتير. هو زي ما هو بيقول كده، هو مفيش اصلا ريليشن ما بين الاتش بايلوري والاسوفجايتس عموما، يعني دي تبع الجاستريك ألسر، تبع بالظبط. الديدنال ألسر لكن ما تعملش اسوفجيال سيمتومز بس. بالظبط. فالإراديكيشن مش هيشيل المشكلة يعني. تمام. تمام، ناخد آخر سؤال بقى، سؤال إضافي يعني. You see a 61-year-old woman complaining of halitosis, heartburn, regurgitation of undigested food. اللي هي دي الجزء ده اللي هيبقى ده diagnostic يعني. 4 hours after eating. She also feel that food is sticking in her throat. السؤال بقى، what's the most likely cause of her symptoms? Scathing, zinker, diverticulum, achalasia, foreign body, اسوفجيا الويب. لو لسه ما حدش جاوب يتفضل. لو عند حضرتك تعليق على السؤال يا دكتور اتفضل. هو بس فكرة السؤال كله في حتة اللي هي regurgitation ل undigested food، هو ده اللي يقول ان هي يعني هو ده فعلا الوصف بتاع الزنكر diverticulum. العيان بيجي يقول ان هو في اكل مثلا بتاع امبارح او بتاع الصبح مثلا، وهو بيجيبه اخر النهار بيحس بيه يعني. فهي دي ده الوصف فعلا بتاع الزنكر diverticulum. ده بيبقى زي جيب كده جنب الاسوفيجس او باوتش بيتجمع فيه الاكل مش مهضوم، والعيان بيجي يوصفه كده. بقية الحاجات بقى اللي هي أول واحدة الرينج ديت بتبقى عبارة عن حاجة بناين كده، رينج ما بين الجنكشن بتاعة الإسوفيجس والاستومك، بس هي مش هتعمل ريجورجيتيشن لأندايجستد فود، هي هتعمل ديسفيجي. الأكاليزيا برضو نفس الفكرة، إن اللور إسوفيجين السفنكتر بيحصل له فيلير تو ريلاكس، بس مع الوزن بتاع الفود يعني. لما يبقى الدنيا لما العيان ياكل وهيتملي الاسوفاجس هيوسع، ومع الوزن بتاع الفود هينزل على الاستوم، هو مش هيحصل ريجوليتيشن لاندايجستد فود. برضه الفورم برضه مش هيعمل نفس السيمتوم دي، والاسوفجيال ويب برضه مش هتعمل السيمتوم، بس الويب دي عباره عن حاجه عامله زي اوبستراكشن، بارشال اوبستراكشن كده في الاسوفاجس، فهتعمل ديسفيجيا لكن مش هتعمل اندايجستد فود يعني. بالظبط كده، الله ينور. شكرا يا دكتوره. هو فعلا undigested food ده يعني اكل ما وصلش استومك خلاص، يعني دي اول جزئيه فيها.
تاني حاجة الهاليتوزيس معناه إن هو بيفضل في المكان ده فترة طويلة، المكان ده باوتش يعني مش مجرد ويب أو أكاليزيا أو الحاجة دي، رغم إن الأكاليزيا يعني حتة برضو عشان حضرتك شرحتيها يعني هي مشكلتها بتبقى إيه؟ يعني البيشنت بيجي يشتكي من إيه أصلا؟ مش ديسفيجيا يعني، ولا بشتكي من حاجة تانية؟ بالظبط، هي يعني اول ما بيظهر بيبقى ديسفيجيا سوليد وليكويدز مع بعض في البدايه. طيب هو ممكن خليت لما يرجع اكل يرجعه برضه اندايجستد كده؟ وبالتالي اندجستد، بس مش هيعمل هاليتوسيس، لانه مش هيفضل في باوتش. بالظبط،